من هوس المراقبة إلى تهريد بقرع الحناجر. في عام 2007 وثقت قناة ABC نيوز سلسلة من المكالمات الهاتفية لعدد من العائلات من أشخاص مجهولين كانوا يهددوهم بشكل مستمر. ومو بس كده، المتصلين المجهولين كانوا بكل اتصال يقول العائلات إيش لابسين بالضبط، وكانوا يخبروهم كل تحركاتهم داخل المنزل بشكل مرعب. وصلت معاهم لدرجة أنهم يهددوهم بالقتل بأقرب وقت. وعلى حسب قول العائلات أن هذه الاتصالات كانت تأتيهم بالليل كل يوم، كانوا يهددوهم بقتل أطفالهم وحيواناتهم الأليفة اللي عايشة معاهم. والمفاجأة أن في إحدى المرات بعثوا مقاطع صوتية تتضمن كل مكالمات هذه العائلات الخاصة مع مكالماتهم مع الشرطة. وآخر فترة كان التهديد صاعق، تهديد ووعيد قطع الحناجر، والشرطة عاجزة عن الوصول للمهددين بأي طريقة. واستمر الحال كما هو، كل تحركات أفراد العائلات كانت معروفة من قبل المهددين وكانوا يخبرون فيها كل يوم، حتى اللباس اللي كانوا يلبسونه. انتهت القضية بتسجيلها ضد مجهول من غير ما يقدر أي أحد يعرف إيش اللي صار بعدها بهذه العائلات حتى هذه اللحظة.